السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار الأولى لهذا اليوم من قناة السعودية، وبدايتها بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان أمير دولة الكويت بعد تجاوزه للعارض الصحي. قوات الشرعية اليمنية تقصف مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية في تعز. بولتون يؤكد أن واشنطن لم تغير موقفها من النظام الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة. بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر بيان اليوم بحضور صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، صاحب السمو الملكي الأمير التركي ابن محمد بن فهد ابن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الذي نقل لسمو أمير دولة الكويت تحياتي وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتحياتي وتقدير أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، وتهنئتهما لسموه بعد تجاوزه للعارض الصحي. وحمل سمو أمير دولة الكويت سموه شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين ولأخيه سمو ولي العهد على تهنئتهما بسلامته، سائلا المولى عز وجل أن يديم على المملكة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض اليوم أمين المنطقة المهندس طارق الفارس ووكلاء الأمانة ورؤساء فروع البلديات بمدينة الرياض. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بأعمال الأمانة والبلديات والتجهيزات الأولية لاستقبال المناسبات والفعاليات الوطنية القادمة في المدينة، إضافة إلى مناقشة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والتطوير العملي عليها. ونوه سمو الأمير فيصل بن بندر بالإمكانيات والخبرات التي يتمتع بها منسوبو الأمانة وضرورة تعزيز التواصل والتنسيق للظهور بمستوى عال في الأداء والتنظيم والخدمة المميزة. كما التقى سمو أمير منطقة الرياض اليوم مدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة الأمنية بالمنطقة اللواء فهد المطيري ومدير مرور المنطقة اللواء سليمان الزكري وعددا من كبار الضباط. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات الأمنية في منطقة الرياض والتنظيم المروري وجاهزية القطاعات ورجالاتها. وحث سمو الأمير فيصل بن بندر على التنسيق المباشر والوقوف ميدانيا على الإجراء والتنظيم، مؤكدا ما تحظى به العاصمة الرياض من متابعة واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أولى موسبي والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حاليا. وفي بداية الاستقبال رحب سموه بسفير الدنمارك ومرافقيه متمنيا لهم طيب الإقامة، منوها سموه بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين والتعاون المشترك في مختلف المجالات. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية انطلاقة بطولة العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب 2019، وذلك بالصالة الرياضية الخضراء بالراكة. وخلال الافتتاح ألقى سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة كلمة رحب فيها بالضيوف والمشاركين في البطولة التي تحظى بدعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، إيمانا منهما بما تحمله الرياضة من رسالة سامية أهداف نبيلة وقيم عظيمة. وعقب الحفل أقيمت مباراة بين نادي مضر السعودي وفريق نيويورك سيتي الأمريكي، اكتسح فيها نادي مضر الفريق الأمريكي ب33-13. من جهة ثانية أكد سمو أمير المنطقة الشرقية أهمية قيمة النظافة وحسن المظهر بوصفها قيمة إنسانية إسلامية عظيمة، مبينا أن ذلك يشمل المظهر العام للإنسان وكذلك المدن والأحياء والمنازل والمتنزهات. جاء ذلك خلال تدشين سموه للمرحلة الثانية من الحملة التي تنظمها أمانة المنطقة الشرقية للتوعية بأهمية النظافة العامة تحت عنوان إماطة اليوم، بحضور أمير المنطقة
المنطقة المهندس فهد الجبير، وأوضح الأمير سعود بن نايف أن القيادة لم تدخر جهدا في سبيل المحافظة على النظافة العامة للمدن والمحافظات، وأن ذلك الدور لا يقتصر على الأجهزة الرسمية للدولة فحسب، بل هو دور كل فرد في المملكة. كما دشن الأمير سعود بن نايف ابن عبد العزيز انطلاقة أعمال إقليمي اليونسكو للجودة بحضور مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز العام الدكتور عبد الرحمن المديرس. وأشاد أمير المنطقة باهتمام القيادة الرشيدة بقطاع التعليم وحرصها على تعزيز ثقافة الجودة والتميز عبر عدد من المبادرات، إيمانا منها بأن التعليم هو أساس التنمية. وبارك سموه انطلاقة أعمال مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز العلمي بمحافظة الجبيل، مباركا الشراكات التي عقدها المركز لتعزيز أعماله. كما بارك حصول المملكة على مقعد الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الدولية للمعلمين التابعة للمنظمة اليونسكو. اطلع صاحب السمو الأمير جلوي ابن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران على استعدادات إدارة تعليم شرورة لانطلاقة العام الدراسي في تقرير قدمه مدير التعليم فهد عقالة. وتسلم أمير المنطقة نموذجا لحقيبة الكتب المدرسية التي ستوزع على الطلاب والطالبات في اليوم الدراسي الأول ضمن خطة التعليم للعام المقبل، مشيدا بمبادرات إدارة التعليم الهادفة إلى رفع مستوى الأداء والجودة وتحسين البيئة التعليمية، وذلك لدى استعراضه نتائج ملتقى القيادة المدرسية والتطوير المهني والشراكة مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام ابن سعود ابن عبد العزيز أمير منطقة الباحة ما تنعم به هذه البلاد من أمن وأمان واستقرار وازدهار في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لجميع القطاعات وتلبية احتياجات المواطنين. جاء ذلك خلال ترأس سموه لاجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، ووجه سموه بحصر المستحقين للإسكان من خلال وكالة الضمان الاجتماعي لتكون الأولوية لهم، مع أهمية العمل على متابعة وتنفيذ كل ما يصدر من توجيهات خلال الاجتماع، حاثا القطاعات الحكومية ذات العلاقة على مضاعفة الجهود وخدمة أكبر عدد ممكن من المستفيدين. وناقش الاجتماع أهداف اللجنة وما تم إنجازه. من ناحية أخرى، أشاد سمو أمير منطقة الباحة بالدور الذي يقوم به القضاة وبنزاهتهم وحرصهم على إرساء مبادئ العدل. جاء ذلك خلال لقاء سمو رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة الشيخ خالد التويجري، يرافقه عدد من القضاة. ورحب الأمير الدكتور حسام بن سعود بالشيخ التويجري ومرافقيه، متمنيا لهم التوفيق في مهام عملهم، ومنوها سموه باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بكل ما يدعم تطوير القضاء والقضاة بالمملكة. رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد ابن عبد العزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس المنطقة جلسة المجلس الثالثة في دورة الانعقاد الثالثة للعام المالي الجاري بحضور سمو نائبه. وحث أمير المنطقة في مستهل الجلسة أولياء أمور الطلبة على أن يكونوا عونا لأبنائهم الطلاب بالجد والمثابرة بمناسبة العام الدراسي الجديد. من جهته، أوضح الأمين العام للمجلس المكلف المهندس إبراهيم البدران أن المجلس استعرض ما صدر من قرارات في قطاع النقل والمياه خلال المرحلة الماضية. كما اطلع المجلس على مشاريع النقل البالغ عددها 36 مشروعا بإجمالي اعتمادات بلغت أكثر من ملياري ريال، ومشاريع المياه التي شملت 55 مشروعا يجري تنفيذها بمبلغ إجمالي 3 مليارات و900 مليون ريال. التقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة بمدير عام التعليم بالمنطقة المعين حديثا الدكتور أحمد الزايدي. وهنأ سمو الأمير بدر بن سلطان الدكتور الزايدي بمناسبة تعيينه، مستمعا إلى نبذة عن خطة التعليم بمكة واستعداداتها للعام الدراسي الجديد.
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ابن نواف ابن عبد العزيز أمير منطقة الجوف مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل البشري يرافقه أعضاء مجلس الجامعة من وكلاء وعمداء كليات وعمادات مساندة. واستمع سموه خلال اللقاء إلى الاستعدادات المبكرة التي أعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد في الجامعة وفروعها بالمحافظات. كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ابن نواف ابن عبد العزيز بمدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس محمد الوشيح، واستمع سموه خلال اللقاء عن استعدادات كليات ومعاهد الإدارة لاستقبال المتدربين والمتدربات للعام الدراسي الجديد. وفي منطقة الجوف أيضا وضمن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، شدد الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير المنطقة خلال لقائه مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة اللواء محمد الجريني على التأكد من تطبيق جميع اشتراطات السلامة في مباني التعليم بجميع مراحله، مما يضمن بيئة تعليمية مطمئنة لاستقبال الطلبة والطالبات. نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالرعاية والاهتمام اللذين توليهما حكومة خادم الحرمين الشريفين لفئة ذوي الإعاقة. جاء ذلك خلال لقاء سموه مدير جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة عبد العزيز المحبوب. وأكد الأمير أحمد بن فهد على أهمية دعم ومساندة ذوي الإعاقة ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع، وأضاف أن احتياجات هذه الفئة يجب أن تتابع وتلبى من خلال الجهات المعنية، مشددا على أهمية اختيار الكوادر الوطنية المؤهلة لتقديم الخدمات لهم. وبين سموه أن القطاع غير الربحي شريك أساسي ومهم في تحقيق رؤية المملكة والإسهام في تلبية احتياجات المجتمع، لافتا الانتباه إلى ضرورة تطوير الخدمات وقياس رأي المستفيدين ومتابعة تعزيز الحوكمة والشفافية في العمل. شهد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ضمن فعاليات ملتقى ومعرض العمرة توقيع اتفاقيات وشراكات استراتيجية إحداها بين وزارة الحج والعمرة وجامعة جدة، بالإضافة إلى الشراكات بين المؤسسات ومقدمي الخدمات. كما شهد وزير الحج والعمرة توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين كلية السياحة بجامعة الملك عبد العزيز وشركة جبل عمر، واتفاقية أخرى مع طيران ناس بهدف إثراء تجربة الحاج والمعتمر. كما تم توقيع اتفاقية لمجموعة الراجحي للعمرة مع الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو، واتفاقية أخرى مع طيران ناس. ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار استكمال الدور البارز الذي تقوم به الوزارة في بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والجامعات لبناء منظومة متكاملة تنعكس إيجابيا على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. مهرجان ولي العهد للهجن يدخل موسوعة جينيس للمرة الثانية على التوالي. أهلا بكم من جديد. واصل مهرجان ولي العهد للهجن الذي تقام منافسته على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف تسجيله الأرقام القياسية، حيث أسدل الستار عن أكبر مجسم للهجن في العالم، وذلك بقرية الهجن في حديقة الملك فيصل بالطائف. المزيد في سياق التقرير التالي. واصل مهرجان ولي العهد للهجن الذي تقام منافسته على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف تسجيله الأرقام القياسية، وأعلنت عن تسجيل أكبر مجسم للهجن في العالم بقرية الهجن المقامة على أرضها الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد في نسخته الثانية. أولا الحمد لله، ثاني شهادة جينيس يحصل عليها الاتحاد السعودي للهجن. العام حصل على شهادة أكبر مهرجان هجن من حد عدد المطايا، وإن شاء الله هاي الشهادة، وإن شاء الله الهجن في تطور إن شاء الله المستقبل. ويقف مجسم الهجن بقرية الهجن بمهرجان ولي العهد للهجن على قاعدة فولاذية وبأشكال هندسية جعلت منه معلما بارزا ورمزا حضاريا لمحافظة الطائف، يعزز مكانتها وتواجدها في موسوعة جينيس. وتسلم صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز
شهادة تسجيل أكبر مجسم للهجن في الموسوعة العالمية. للقناة السعودية عبد العزيز الغامدي، الطائف. أعلنت هيئة الصحفيين السعوديين إنشاء منتدى وجائزة الإعلام السعودي، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقرها بالرياض. ويعد المنتدى حدثا إعلاميا مهما لإبراز مكانة المملكة العالمية وتوضيح معالم المتغيرات الحاصلة فيها والتعريف بمكتسباتها الوطنية، إضافة إلى بناء صورة ذهنية جديدة عنها أمام المؤثرين في صناعة الإعلام العالمي. عقدت هيئة الصحفيين السعوديين مؤتمراً صحفياً أعلنت فيه عن تفاصيل منتدى الإعلام السعودي وجائزة الإعلام السعودي في نسختها الأولى، وتم مناقشة أهداف ورؤية وشعار منتدى الإعلام السعودي وإطلاق جائزتها. إن هذه فكرة بدأ العمل فيها في مجلس الإدارة منذ فترة طويلة، انتهينا إلى أنه تقرر، أعلنت التفاصيل واللوائح التنفيذية والأنظمة ولجنة التحكيم وكل ما يتعلق سواء بالجائزة أو بالنسبة للمنتدى، وحدد التاريخ بنهاية هذا العام لانطلاق أول نسخة أول عام فيما يتعلق بالمنتدى والجوائز، وهي تشمل طبعا بالنسبة للمنتدى يعني ينحصر نشاطه فيما يتعلق بالتحديات والفرص أمام الإعلام السعودي. إنه إحنا نساهم في تطوير صناعة الإعلام ومناقشة التحديات اللي تواجه الإعلام وأيضا الفرص، لذلك إحنا حرصنا اختيار عنوان المنتدى هو صناعة الإعلام الفرص والتحديات. طبعا وجود 1000 إعلامي في قاعة واحدة أو في مكان واحد من سعوديين وعرب وأجانب هو عامل مهم جدا لأولا تبادل الأفكار والطرح والاستفادة من التجارب العالمية الأخرى، لأنه إحنا جزء من هذا العالم نتأثر ونؤثر، فبالتالي كل تجربة في العالم ممكن نستفيد منها. تأتي هذه الجائزة في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الإعلام تغيرات وتطورات متسارعة في شتى المجالات التقنية والاستثمارية. فيصل القحطاني، الرياض. وفي القصيم، يستقطب مهرجان التمور في القصيم كل عام العديد من الزوار من داخل المملكة وخارجها لشراء تمور المنطقة والتي تصنف بالأجود في العالم. في المقابل، يعرض المزارعون وتجار التمور أصنافا متنوعة أبرزها السكري والبرحي والشجرة والصقعي، ويعتبر صوت الدلال من الأصوات التي تميز المهرجان مع إطلالة كل صباح. نتابع. حناجر تتنافس للجذب، تتفنن بترديد الأرقام، تخطف الأنظار بنبرة أو بمفردة منتقاة، تسابق الفجر لتردد، وجعلنا من النهار معاشا. تبدو للوهلة الأولى تلك الأصوات لغزا حتى تقترب لتكتشف أنهم الدلالين. باتوا هنا بمهرجان التمور ببريدة، جزءا لا يتجزأ من أصالة المكان، فهم من يغرد مع بزوغ الشمس ليباع الذهب. وأي ذهب؟ تمور القصيم. يدخل السوق أحيانا شخص مضايق من شيء، زعلان من شيء، أو شخص يعني لازم تنفتح نفسه الصبح، يعني مثل ما شرب ولا قهوة، لازم يعني الواحد يعني يضع على نفسه بعض البصمات الفكاهية، وعسى الناس يقبلون بعد يعني خفض الصوت أو تنزيله أو إدخاله مجال البحة أو شيء، هذا نقصده عشان نلفت نظر العميل بجنبنا. يحب هالشغلة من زمان أصلا صراحة، اللي أكثر من 8 سنوات وأنا دلال في السوق. قبل 8 سنين كنت طفل أدف عربية بذا. قد يعتقد البعض أن هذه المهنة غير مجدية في يومنا هذا، لكن في مهرجان التمور الذي أصبح صرحا تسويقيا وكيانا يتسابق إليه الجميع لوفرة الفرص الوظيفية فيه، تغيرت القاعدة وكان للمحرج كما يقولون عنه بالعامية نصيب لا بأس به. الدلالين وأصوات الدلالين هي جمال هذا السوق، ومع بزوغ فجر كل يوم هي نغمة تدغدغ القلب وتطرب الرأس.
كل يوم لما تسمع أصوات شبابنا وهذه الحناجر الجميلة تبهرك وتجمل عيونك وأيضا تكحل العيون في النظر إليهم لأساليبهم التسويقية. أيضا البعض يستخدم بعض المصطلحات المحلية يمزجها بكلمات فكاهية علمية طريفة لكلها لتجذب المشتري. ردد أيها الدلال بصوت يزعج عتمة الليل لتشرق الشمس فتنمو ثروات الوطن. ساهم وإن أعياك التعب بحثا عن لقمة عيش من عرق جبينك، فتكون بذلك ركيزة من ركائز هذا المحفل الوطني دائما وأبدا. عبدالله الشماخ، القصيم. انطلقت في المنطقة الشرقية منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال سوبر جلوب 2019 التي يشارك فيها 10 فرق منها أبطال قارات العالم في كرة اليد، وذلك بالصالة الرياضية الخضراء بالراكة. المزيد في التقرير التالي. باحتفالية كبيرة وحضور لافت من الجمهور، انطلقت في المنطقة الشرقية بطولة العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب بمشاركة 10 فرق عالمية من 6 قارات. قيمة المملكة العربية السعودية رياضيا نشهدها اليوم، الجميع شاهد هذا التجمع من مختلف أنحاء العالم، 10 أندية كبيرة من أوروبا من مختلف قارات العالم. شهد الافتتاح عروضا عالمية ومشاهد تحكي مكانة المملكة وقدرتها على تنظيم مثل هذه البطولات بقدرة وكفاءة عالية. أمل كبير يعلقها المهتمون بالوسط الرياضي والجمهور السعودي على إنجاح البطولة. تعطي فرصة للاعبي منتخباتنا اللي في فريق الوحدة وفريق مضر الاحتكاك بلاعبين على مستوى عالي، لاعبين محترفين، وهذا بالتالي ينعكس على المنتخبات السعودية ومشاركتها في الاستحقاقات القادمة بإذن الله. أنا مبسوطة جداً أني أحضر الحفل وكل الناس انهم موجودين ونحن كلنا. تستمر البطولة 5 أيام في صالة الهيئة العامة للرياضة بمشاركة فريقين سعوديين وهما الوحدة ومضر. حسين السلطان، الدمام. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهني آني أمير دولة الكويت بعد تجاوزه للعارض الصحي. قوات الشرعية اليمنية تقصف مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في تعز. وبولتون يؤكد أن واشنطن لم تغير موقفها من النظام الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة. مشاهدينا، شكرا لكم على طيب المتابعة وفي أمان الله. We'll be right back.